بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من دروس مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا مسلك دولي أو أولى بكالوريا خيار فرنسية إذا في هذا المقطع كما قرأتم في العنوان سوف نتطرق ل ديناميك دو ترونسبور دي يعني باللغة العربية دينامية وعوامل نقل الرواسب وهو المحور الرابع الذي سنستطرق له إن شاء الله إذا بسم الله رابعا كبيرة ديناميك دو ترانسبور دي زيليمون سيديمونتار بوتي أولا صغيرة لا العلاقة بين التيار وأصناف مكونات الرواسب لكن قبل الشروع في شرح مكونات هذا المحور أود أن أبين لكم كيف تتوزع الرواسب في النهر كومون لي سيديمون ريبارتيس دون اون اذا كما تلاحظون في هذه الصوره لدينا مجموعه رواسب لي يعني رواسب كبيره رواسب متوسطه مويان ورواسب دقيقه او ناعمه فين فان كما تلاحظون في الصوره اذا هناك توزيع توزيع تناقصي لهذه الرواسب وهو, مونس... وهو ما نسميه بلو غرانو ديكراسانت يعني تصنيف تناقصي لمكونات الرواسب المكونات او الرواسب كبيره القد توجد في منبع في منبع النهر في مقدمه النهر بينما العناصر الدقيقه او العناصر صغيره القد توجد في نهايه النهر

ورواسب صغيرة القد في المصب إذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا بماذا سنفسر هذا التوزيع بماذا سنفسر توزيع هذا الرواسب في النهر إذا لديكم الإجابة ف كتابتها في التعليقات لأننا سنحاول الإجابة على هذا السؤال كيف يمكن تفسير هذا التوزيع او كيف يمكن تفسير توزيع العناصر الرسوبيه في النهر وللكشف عن العلاقه بين التيار واصناف مكونات الرواسب نقترح التجربه التاليه ا لون بلاص دي 500 غرام دو سابل plus 500 غرام دو غرافيه 500 غرام دو غاليه نضع خليط من الرواسب 500 غرام من الرمل 500 جرام من الحصى و 500 غرام من الحجر الكبير بعدها نقوم بوضع هذه العينة عينة, عينة، العينة الخليط الذي حضرناه نضعها في مزراب أو باللغة العربية ساقية كما هو مبين في الوثيقة طبيعة الحال قمنا بتحضيرها اصطناعيا إذا نضع هذه العينة أو هذا الخليط نضعه في مزرابين الذي يضع باللغة الدارجة ساقية ونقوم باستعمال دعامتين دعامه اولى استعملها للساقيه الاولى والمزراب الاول ارتفاعها 30 سنتيمتر بينما المزراب الثاني او الساقيه الثانيه نستعمل لها دعامه ارتفاعها 50 سنتيمتر بعدها نضع بلاص ان باك أنافال افال سو chacune دي غوتيير simulant لو bassin دو sedimentation بعدها نضع حوض في نهايه او في مصب هذا المزراب او مصب هاد الساقيه هذا الحوض يمثل او هاد البانيو الذي سنستعمله في نهايه هاد المزراب ونهايه الساقيه يمثل الحوض الرسوبي اذا نحن نحاكي سوف نحاكي ما يجري في الواقع مفهوم اون فيرس ديليكاتمون 200 ملل دو اون نامون دو شاكون دي غوتيير سوف نسكب 200 مللتر من الماء في بدايه الساقيه او في بدايه المزراب مفهوم بالنسبه للعينتين عينه بارتفاع 30 سنتيمتر وعينه بارتفاع 50 سنتيمتر وسوف نقوم بحساب الكميه كميه الرواسب التي سوف تصل لنهايه الحوض او التي سوف يتم جمعها في الحوض او السطل او البانيو الذي استعملناه في نهاية المزراب او في نهاية الساقية اذا نفس الشيء بالنسبة للتجربتين الذي غيرناه هو دعامة هو ارتفاع هذين الساقيتين اذا التجربة الاولى ارتفاع 30 سنتيمتر ساقية بارتفاع 30 سنتيمتر والتجربة الثانية دعامة بارتفاع 50 سنتيمتر إذا في نهاية التجربة تحصلنا بالنسبة للتجربة الأولى التي وضعنا الساقية بارتفاع 30 سنتيمتر لصابة 344 غرام بالنسبة للقافي 28 غرام بالنسبة للقالي 0 غرام يعني الحجر الكبير لم يصل إلى هذا الحوض بوزن إجمالي الذي وصل هو 372 غرام وضعنا 1500 غرام من الرواسب وصل فقط الى الحوض الرسوبي 372 غرام وضعنا 500 غرام من كل نوع من الرواسب بينما في التجربه الثانيه وصل اجمالي الرواسب المتحصل عليها في الحوض 705 غرام 484 غرام بالنسبه للرمل 185 غرام بالنسبه للحصى الصغير و46 غرام بالنسبه للحجر الكبير مفهوم هذا فيما يخص نهاية التجربة السؤال الذي لدينا علق على الجدول كومونتي لو تابلو اي بروبوزي اون اكسبليكاسيون تنون كونت دو لا فورس دو كورون اي دو لا تاي دي ماتيريو ترونسبورتي اذا وجب اعتماد بناء على هذه هاد النتائج هاد التجربه وهذه المناوله حدد العلاقه اولا بين الارتفاع اش للدعامه التي قمنا بوضعها وسرعه التيار في المزراب او سرعه التيار في هذه الساقيه التي قمنا بصناعتها وثانيا حدد العلاقه بين سرعه التيار هذه المره وكميه المواد المنقوله وبطبيعه الحال سرعه التيار وقد العناصر المنقوله اذا يجب ان نستنتج ثلاث اشياء اولا العلاقه بين الارتفاع ارتفاع الوادي او ارتفاع هاد هذه الساقيه التي قمنا بصنعها وسرعه التيار اذا كلما زاد ارتفاع ماذا سيحدث للسرعه وثانيا يجب الاستنتاج واستخراج العلاقه بين سرعه التيار وكميه المواد المنقوله اذا كميه المواد التي تم الحصول عليها في الحوض الرسوبي بناء على ارتفاع وثالثا سرعه التيار وقد العناصر المنقوله يعني كلما زاد الارتفاع أو كلما نقص الارتفاع ماذا يحدث للعناصر هل فقط لدينا نقل للعناصر الدقيقة أو لدينا نقل للعناصر الكبيرة كلما زاد الارتفاع هل سيزداد قد العناصر المنقولة أو سينخفض قد العناصر المنقولة إذا ثلاث،, 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 ثلاث مسائل وجب استخراجها أو استنتاجها من خلال هذه المناولة إذن كجواب على السؤال دابخي لي ريزولتا أوبسيرفي دون لو طابلو أون كو انطلاقا من النتائج المبينة في الجدول نلاحظ أنه بلوس لا دي دو سيبور دو لا غوتيير أوغمونت بلوس لا فيتيس دو كورون دو أوغمونت كلما زاد ارتفاع المزراب وكلما زاد ارتفاع الدعامة التي وضعناها تحت المزراب إلا وارتفعت الا وزادت سرعه التيار المائي في المزراب او في الساقيه التي قمنا بتحضيرها مفهوم ارتفاع ازدياد الارتفاع ازدياد يساوي ازدياد السرعه وبالتالي بلوس لا فيتيس دو كورون اوغمانت بلوس لا ماس دي سيديمون ركوي دون لو باك اي غراند كلما زادت سرعه التيار إلا وزادت كمية المواد المنقولة وبالتالي زادت كمية المواد التي تصل إلى الحوض الرسوبي مفهوم وبعدها euh, plus la hauteur du support augmente plus la taille et le diamètre des sédiments recueillis augmente كلما زاد ارتفاع وكلما زادت السرعة بلوس لا اوتور دو سيبور اوغمونت بلوس لا فيتيس اوغمونت بلوس لا تايد لو ديامتر ديسيديمون روكيو اوغمونت كلما زادت سرعة التيار إلا وزاد هذه المرة قد العناصر المنقولة لأنه كما لاحظتم في الجدول في التجربة الأولى التي لدينا دعم ارتفاعها 30 سنتيمتر لم يصل الحجر الكبير لي كارلي وصل إلى الحوض الرسوبي صفر غرام بينما عندما قمنا ب الدعامه بوضع دعامه تحت الساقيه بارتفاع 50 سنتيمتر وصلت الحجر الكبير لي وصلت بحوالي كتلة حوالي ستة وأربعون جرام. إذا كلما زاد الارتفاع إلا وزادت السرعة إلا وزاد القطر وقد العناصر التي المنقولة وزاد وبالتالي قطر وقد العناصر التي تصل إلى الحوض الرسوبي مفهوم وكخلاصة On explique ces observations par le fait que l'augmentation de la hauteur du support implique une forte augmentation de la vitesse du courant d'eau, ce qui induit le transport d'une masse plus importante des sédiments et même le transport des éléments solides de plus grande taille. قوة التيار لا فورس دو قوة التيار المائي، هذه القوة بطبيعة كما لاحظنا هي مرتبطة بسرعة لا فيتيس دو سرعة التيار المائي ومرتبطة كذلك بنسبة انحدار المجرى المائي، نسبة الانحدار كما لاحظنا أنه كلما زاد الارتفاع إلا وزادت السرعة وبالتالي ستزداد القوة، مفهوم؟ وقوة كذلك نقل العناصر الرسوبيه مرتبط كذلك بقطر وقد العناصر الرسوبيه المنقوله. إذا كلما زاد قدر وقطر العناصر الرسوبيه الا واحتاجت هذه العناصر الرسوبيه الى سرعه اكبر الى قوه اكبر لنقلها مفهوم. إذا كلما زاد قطر وقد العناصر الرسوبيه الا واحتاجت هذه العناصر الرسوبيه الى سرعه تيار مائي اقوى نقلها مفهوم اذا هذاك خلاصه بالنسبه لهذا اولا صغيره كما قلنا العلاقه بين العلاقه بين عفوا بين آه التيار ومكونات الرواسب العلاقه بين التيار ومكونات الرواسب لا ريلاسيون العلاقة لو كورون لا دي وهذا هو ما يفسر ما قلنا قد درسناه او ما كنت قد اعطيت لكم في بداية المقطع العلاقة بين ترتيب الرواسب جديد لو جرانو كلاسمون كما قلت ترتيب تناقصي لمكونات الرواسب في الحقيقة في المجرى النهري العناصر الكبيرة تنقل في تكون في بداية المجرى المائي بينما العناصر المتوسطة تكون في الوسط والعناصر الدقيقه يتم نقلها بسرعه لنهايه المجرى النهري مفهوم اذا في هذه النهايه ربطنا بنتائج التجربه التي قمنا بدراستها ربطناه بما هو موجود في الطبيعه في المجرى النهري اذا نقول ان الرواسب مصنفه في المجرى المائي بطريقه تناقصيه ان غانو كلاسمون ديكروسان مفهوم عناصر كبيرة القد توجد في الأعلى عناصر دقيقة دقيقة توجد في الأسفل وهو ما فسرناه بأولا سرعة التيار المائي لا فيتيس دو كورونتو وفسرناه بقطر وقد العناصر وفسرنا كذلك بالانحدار انحدار المجرى المائي ولكي لا أطيل عليكم سوف نتوقف هنا إن شاء الله وفي المقطع المقبل سوف نتكلم عن لو ديغرام دو هولشتروم هو مبيان يمثل ويفسر العلاقة بين سرعة التيار وقد العناصر الرسوبية وماذا سيحدث لهذه العناصر الرسوبية بناء على قطر والسرعة هل سيحدث لها حت هل سيحدث لها ترسب هل سيحدث لها نقل بناء على هذا المبيان اذا الى هنا نصل الى نهايه المقطع نرجو الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا